السلام عليكم لي شيف. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا ان غاطو اللي سميتو بلونش ناج اللي غادي نخدموا سو فورم دي انديفيديوال. دونك فيه ثلاثه ديال المراحل. المرحله الاولى هي ان بيسكوي داكوا اموند. المرحله الثانيه ان كريم اونكتيوز فانيليا عباره عن ان كريم ديبلومات. والمرحله الثالثه ان موش شوكولا ولي عاد لا ديكوراسيون. دونك اول حاجه غنبداو كما ديما كنبداو بلي بيسكوي. بالنسبه للبيسكوي داكوا غادي نحتاجوا بيض البيض، سكر سمول، لا بودر داموند اكبل، سكر غلاس ولا فارين. دونك على بركة الله غنبداو بلي بلون، نديرو لا ميرانغ ديالنا، نديرو لي بلون، نديرو لا ميرانغ نوجدوها. كيف فوا توجد لا ميرانغ كنخلطو لي ماتيير فريش اللي عندنا اللي هي لا بودر داموند اكبل، سكر غلاس ولا فارين، نخلطوهم بثلاثة ونزيدوهم على لا ميرانغ ديالنا وندريسيوهم سوغ لا بلاك وندخلوهم لو فور يطيبو درجة الحرارة 170 ما بين 12 و 15 دقيقة. كاين فوا لا ميرانغ طلعت كنسكتو عليها كناخدو اون ماريز وكنزيدو لي ماتيير ساش اللي قلنا لا بودر داموند اكبل سكر غلاس و لا فارين صافي وكنميلونجيو لا ميرانغ نحاولو مكنطيحوش لاباراي بزاف ديال لا ميرانغ ندخلو لي ماتيير مزيان سي بون هكا البيسكوي ديالنا واجد ناخذوا اون بلاك وندريسيو لو بيسكوي ديالنا ندريسيو على حساب لا اوتور ديال الفليكسي بون اللي خدامين به باش ما يكونش رقيق بزاف صافي هكا البيسكوي ديالنا واجد دابا ندخلوا للفران يطيب درجه الحراره 170 ما بين 12 و 15 دقيقه وندوزوا للمرحله الثانيه اللي هي لا كريم اونكتيوز فاني دونك المرحله الثانيه ديالنا في لو غاطو بلونش نيج هي لا كريم اونكتيوز فاني اللي قلنا عباره عن كريم ديبلومات اللي فيها اون كريم باتيسير بالحليب البيض اونتي صفط البيض سكر سمول و لا بودرا كريم والزبده لا ماج جيلاتين و لا كريم فويتي دونك غادي نصايبو اون كريم باتيسير بلي زانغريديون اللي معروفين هما الحليب و صفط البيض والسكر و لا بودرا كريم غنديرو الحليب ولا فاني غنديرو مع ايفوليسيون ناخذ ريسيبيون كبير نخلطوا فيه لي ماتيير اللي قلنا البيض صفرت البيض السكر ولا بودره كريم دونك غادي ناخذ لي زو اونتي لي جون ولا زو اونتي سكر سمول و لا بودره كريم غنخلطوهم مزيان دونك بحال غنصايبو كريم باتيسير اللي عاديه دونك اون فوا كيغلى الحليب كناخذ اون بارتي منه كنخويوها باش نطلقوا هذا لو ميلونج اللي عندنا هنايا يتخلطوا مزيان لي زانغريديون ونعاود نرجعها فوق العافيه ونحرك حتى تتقال ليا لا ماس تبان ليا بدات كتعقد لا كريم باتيسير ديالي صافي نديباراسي نزيد عليها الزبده ولا ماس جيلاتين ونخليها تبرد اون اتوندون نمونتي لا كريم ديالي دونك كما كتشوفوا هي لا كريم باتيسير بدات كتجمع دابا ناخذ الزبده نزيدوها باش ليسي لا كريم ديالي ما تبقاش ما يبقاش فيها لي غرا ونزيد لا ماج جيلاتين لا كريم غادي تبقى هي الاخرى تتبرد لينا لا كريم باتيسيير ديالنا دونك درنا اون بلاك درنا فيها البابي فيلم هي باش غنديباراسي لا كريم باتيسيير ديالي دونك نخليوها تبرد على ما تبرد مونتي لا كريم ونميلونجي لي دو زاباري اون اتوندون تبرد لينا لا كريم باتيسير اللي صايبنا دابا غنمونطيو لا كريم فويتي دونك نمونطيو لا كريم ديالنا تكون غامخفوقه فويتي ونجبدو لا كريم باتيسير ديالنا دونك لا كريم باتيسير تاهي بردات دونك اون فوا لا كريم ديالنا طلعات غادي نزيد عليها لا كريم باتيسير ونعاود نرجعها للباطور
هكا عندنا لا كريم اونكتيوز فاني واجده كتكون على هذا الشكل هذا. غناخذوا اون بلاك ونديروها في واحد ان كادر اللي يكون لاوتور ديالو ما تقريبا 1 سنتيم باش غنديروها كوم انسير من الداخل ونايطاليو فيها. دونك خدينا اون بلاك خدينا ان كادر على هذا الشكل هذا صغير غادي نقسمو بهذا لابار ديالو ابقى نايطالي لاكخيم ديالي نحاول نشد لابار مزيان دونك وكندخلوها للسيرجا تقصح ابقى غادي نقطعها على حساب العبار اللي بغينا اللي غنديروه في لي كاطو ديالنا ان شاء الله. ندوزو للمرحلة الثالثة دابا اللي هي لامون شوكولا اولي. دونك المرحلة الثالثة ديالنا في لو كاطو بلونش نيج هي لامون شوكولا اولي اللي غادي نحتاجو فيها الحليب ولاكخيم صفر البيض شوكولا بيستوفيل اكبيل اولي ولا كريم لا دوزيام فوا اللي غاتفونطا ولا مار جيلاتين. دونك غادي نديرو اون كريم اونغليز بالحليب ولا كريم وصفرة البيض هما الاولين. نديرو لا كويسون ديال لا كريم اونغليز ديالنا اللي هي ما بين 80 حتى 85 درجة. البيض ما خصوش يكون يفوت لدرجة الحرارة ديالو 85 سينو غيعطي الريحة ديال البيض لاموس ديالنا. اون فوا كيوصل ل 85 درجة نزيدو على الشوكولا اولي بيستوفيل تولي عندنا اون كريم اونغليز بالشوكولا نخليوها تتبرد نزيدو عليها لا كريم مونتي ولا مارجيلات. دونك اون فوا وجدات لا كريم اونغليز نخويو على الشوكولا ونحركو باش يذوب الشوكولا ديالنا مزيان خليوها تبرد تبرد حتى توصل لدرجة الحرارة ديالها 28 30 نمونطيو لا كريم ونبداو في لو ميلونج ديالنا. إلا كانت مازال سخونة لا كريم اونغليز ومونطينا لا كريم وخلطناها غتجينا غطيح لينا لاموس بزاف غتجي طايحة بزاف الشوكولا سخونة غدوب لينا لا كريم. دونك خاص يكون ان اكيليبر في لي تومبيراتور باش يكون عندنا دي تكستور اللي يكونوا مزيانين. دونك دابا نزيدو لا مارج جيلاتين ولا ما تبرد نمونطيو لا كريم ديالنا. دونك اون اتوندون تبرد لينا لا كريم اونغليز شوكولا اللي صايبنا نمونطيو لا كريم ونبداو في لو ميلونج ديال لاموس شوكولا اولي. دونك لا كريم اونغليز ديالنا بردات ناخذ ان ريسيبيون كبير شويه اللي نميلونجي فيه اون فوا طلع لا كريم غنميلونجيها مع لا كريم اونغليز شوكولا اولي ونبداو في المونتاج ديال لو كاطو ديالنا. دونك لا كريم ديالنا وجدات نبدا دابا في لو ميلونج دونك نميلونجي مزيان لاموس ديالي سي بون لاموس ديالنا واجده. دابا نجيبو لي زانكريديون كاملين اللي خدمنا اللي هما البيسكوي داكواز لا كريم اونكتيوز فاني ولاموس شوكولا ونبداو في المونتاج ديال الكاطو ديالنا. دونك لي زيتاب ديالنا واجدين كاملين عندنا لا كريم اونكتيوز هي هادي قصاح قطعنا دي بون البيسكوي تا هو قطعنا في الشكل على حسب الشكل ديال لومول ديالنا لاموس شوكولا تا هي واجده. غادي نبدا في المونتاج غنعمر لي مول كاملين غنعمر لامواتي عمرنا لامواتي غناخدو لي زانسير ديالنا اللي درنا بلا كريم اونكتيوز فاني ونعاود نسدو بلاموس ونديرو لي بيسكوي ديالنا من الفوق غيكونو كومباز ديال لي كاطو ديالنا. دونك هكا كنكونو كملنا لي زيتاب ديال المونتاج ندخلوهم دابا للستيلول والسيرجال يقصاحو ونديمو ليهم ونبداو في لابديكوراسيون ديال ان غلاصاج غورمون شوكولا بلون. دونك اخر مرحله ديالنا في لو كاطو بلونش نيج اللي هي لابريباراسيون ديال لو غلاصاج غورمون شوكولا بلون اللي غنحتاجو فيه شوكولا بلون بيستوفيل اكبيل الزيت لي زاموندار شي اكبيل وشويه ديال كولورون بيض. دونك غادي ميلونجيو لي زانكريديون كاملين ميكسيو
والغراساج ديالنا واجد دونك غنديروا الشوكولا بلون مع لي زامون داشي اكبل اللي كنا ديجا طوريفيه شويه نزيدوا الزيت ناخذ شويه ديال الكولورون بلون ميلونجيو مزيان لي زانغريديون كاملين اللي عندنا هكا لو غلاصاج غورمون ديالنا الشوكولا بلون واجد غادي ناخذوا شويه ديال لا كريم بور لا ديكوراسيون غنديروا معها شويه ديال لا ماجيلاتين وشويه ديال السكر غلاص باش غنكملوا لا ديكوراسيون ديالنا دونك نكملوا المراحل ديال الديكوراسيون اللي غنخدموا بهم قلنا غادي نوجدوا اون كريم شونتيي بور لا ديكوراسيون غنديروا فيها لا كريم والسكر غلاص شويه ديال لا ماجيلاتين باش تبقى شاده في راسها دونك غادي نمونطيو اون شونتيي عاديه دونك ملي كنسمعوا شونتيي اون كريم شونتيي صافي ديال لا كريم فو لا كريم مع السكر كريم فواتي يعني كريم سون سكر دونك اون فوا كتسمع لا شونتيي سي لا ديال كتكون فيها السكر حتى المونطاج ديال غادي نزيدو على الجيلاتين ونديروها في لابوش بلا دوي ديال الديكوراسيون اللي غنخدمو بها ونكملو لا ديكوراسيون ديالها نزيدو لا ماج جيلاتين سي بون ناخدو اون فوش نعمروها بلا كريم شونتيي ديالنا ونخليوها تبرد شويه في الثلاجه على ما تكملوا لا ديكوراسيون ديالنا لي زانغريدو ديالنا كاملين واجدين لي فينغر ديالنا ديموليناهم على هذا الشكل هذا غادي نترومبيو دابا لي فينغر ديالنا في لو غلاصاج غورمون ونخليهم يستقطروا دونك غناخذوا دي كوردون على هذا الشكل هذا غنترومبيو غير حتى الراس نخليه الفوق ناخذ لا بوش ديالنا اللي درنا فيها لا كريم وغادي نجيو الفوق نديرو دي روزا دونك غناخذو لي موتيف دو ديكوراسيون ديالنا نحطو لو لوغو ديالنا اكبل دونك لو غاتو ديالنا بلونش نيج هو هذا لو ريزولتا فينال ديالو نتمنى يكون عجبكم عجبتكم الطريقه ديال الخدمه وطريقه التقديم ونتمنى تجربوها بصحه وراحه